أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية عن أهمية قيادة الروح أو القيادة بالروح القدس في حلقة ماضية تكلمنا عن يوم الخمسين عن انسكاب الروح القدس وعن تميز هذا اليوم يوم الخمسين وتميز الروح القدس لكن اليوم رح ناخذ الموضوع بشكل عملي اكثر واليوم رح نتكلم عن اهميه القياده يعني اقصد الانقياد بالروح القدس او كيف تكون تحت سياده وسلطان الروح القدس وهذا الموضوع كثير كثير مهم لانه في كثير تعاليم مغلوطه فخليني في البدايه اقول عندما اقول الروح القدس هو واحد في الجوهر في الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاب له وجود ذاتي والابن هو الكلمه المتجسد والروح والروح المحيي واحد نقول واحد وليس اسماء لكن اسم واحد والروح القدس هو الله يعمل من الخليقه كان روح الرب يرف على وجه المياه الى اخر ايه في الكتاب المقدس الروح المقصود الروح القدس والعروس يقولان تعال فالروح القدس ليس مجرد يعني اختبار هيك يعني مستكل او روحاني ولا هو مجرد تاثير او قوه معينه كما يدعى البعض والروح القدس ليس هو نبي من انبياء الله والروح القدس ليس هو الملاك جبرائيل، لو قلنا هذه المسميات على طول يناقض الكتاب المقدس، ولكن اليوم رح ناخذ الموضوع بشكل عملي، ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير لاقدم ضيف هذه الحلقه. اهلا احبائنا مشاهدينا بحب اقدم ضيف الحلقه وهو لاول مره معنا على برنامج ليكن نور برنامج بث مباشر على القناه الفضائيه قناه الحياه وفيك تشوفونا على الصفحه ايضا وعلى اليوتيوب طبعا اخوي اشرف هو صديق قديم غالي صديق عزيز رجل اعمال في في كندا وحاز على شهادات كثيرة ولكن يعني هو أيضا حائز على شهادة اللاهوت في دكتوراه في اللاهوت وعاوزين طبعا نسأله بعض الأسئلة في هذه الحلقة هو يمكن ضيف لأول مرة ولكن هو أخ عزيز يؤمن برسالة وإرسالية ليكن نور وبرامج نور لجميع الأمم أم دكتور أشرف أهلا وسهلا فيك أنت معانا على الهواء أستاذ نصار يسعدني ويشرفني أن أكون معاك أنت عشرة عمر طويلة وانت علمتنا كلنا الميديا تشتغل ازاي وانت حبيبي. بالفعل بصماتك على الميديا المسيحية العربية محفورة في قلوبنا ومحفورة في عقولنا وكلنا بنحاول نطلع عليك ونبقى زيك لكن الرب يدينا نعمة ان احنا نتكلم ونتواصل ورد على الاسئلة انت عايز قبل ما ابتدي بالاسئلة حتى طبعا جمهورنا يعرفك أكثر اخ اشرف انا راح نريك اخ اشرف لانك انت صديق وغال علي أه يعني اللي ما بيعرفك انت انا اللي بعرف انك انت رجل اعمال وعندك شركات ولكن ايه الاهتمام يعني ايه اللي برغم كل مزاحم الشغل انك تروح تدرس لاهوت تاخذ دكتوراه في اللاهوت حتى تخدم الرب احنا كلنا بنشتغل وده الشغل بتاعنا ده اللي بناكل منه عيش زي م. ما كان بولس بي بيعمل خيام لكن م. شغلتنا الاساسيه ان احنا نكون في عمل الرب فعشان اكون في عمل الرب واكون على مستوى العلم اللي بيتطور كل لحظه والتكنولوجيا فدخلت دخلت ودرست وخدت ماجستير في اللاهوت وخدت دكتوراه في اللاهوت وخدت ودراسات كتابيه عشان اقدر اكون لما اقول الكلام يكون الكلام طالع مدروس مفهوم على مستوى التفكير الجديد م. وتفكير العقل اللي اتطور بشكل غير عادي في اخر 100 سنه اسرع من كل عمر الانسان م. فعشان كده ده اللي خلاني ادرس اللاهوت وادرس الكتاب المقدس عشان لما نقدر نقول الكلمات نقول الكلمات نستطيع ان احنا نواجه ونتكلم بامانه وبصدق وبحكمه للناس اللي ما تعرفش يسوع وللناس اللي تحب تعرف عن يسوع اكثر نقدر نديهم المعلومات الصحيحه الدقيقه حسب الكتاب المقدس الموجود مش حسب مخيلاتنا ولا تفكيرنا ولا حتى افكار اخرين. امم طبعا احنا اهميه القياده بالروح بالروح القدس خليني يعني بالاول حتى نعرف الموضوع الحياه تحت سلطان الروح ما هو المقصود تحت سلطان الروح؟ أه الح... الح... الحياه تحت سلطان الروح خلينا الاول أو اوصل كلمه الناس لغايه دلوقتي ما بتعرفش ايه الثالوث الاقدس ان الثالوث الاقدس اب وابنه وروح خلص كل واحد فيهم ليه مهمه خاصه وخدنا مم. كلمه اقنوم من... من اللغه السريانيه اللي هو قائم بذاته شخص قائم بذاته ولكن هم كلهم تحت أه 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 واحد شيء واحد اللي هو أه أه الراس بيسموه في الانجليزي جاد هيد لكن هو الرأس وهو اللي هو الله الكامل والله الكامل بي 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 بيشتغلوا الثلاثه مع بعض في هارموني في 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 تناسق في في انسجام وفي محبه مم. لان الاب بيحب الابن والابن بيحب الاب والروح القدس اللي بيوصل المحبه بين الاثنين فنقدرش نقول ان لما فضت محبه الله خلى الانسان عشان م. يكون على صورته ومثاله لكن بعض الناس بتفتكر ان الروح القدس بيشتغل لوحده الاب بيشتغل لوحده والابن بيشتغل لوحده م. الحقيقه كل واحد عنده وظيفه معينه بيعملها لكن الثلاثه بيعملوا بيشتركوا في كل الاعمال، اشتركوا في الخلاص، اشتركوا في الخلي... اشتركوا في الخليقه، بيشتركوا في في, في القياده، بيشتركوا في حياتنا. مم. لكن و... وان كان يتميز كل عصر وكل وقت بان الاب متميز في ده والابن متميز في ده مم. والروح القدس متميز في ده، وده الثالوث الاقدس. آآ آآ النهارده وان كنا بنتكلم عن الروح القدس فالروح القدس هو الاقنوم الثالث هو الله الموجود هو الله الحي الكامل المساوي للابن ومساوي للاب م. وهو ارساليه يسوع لنا وللكنيسه لانه انا قال يعني المفروض ان انا انطلق فيكون افضل لكم لما انطلق م. لان ياتي الروح القدس وناس كثيرة عبرت عن الموضوع ده قالت ان يسوع في حياته مهما قدر يقدم للناس الوقت محدود لكن الروح القدس لما بيقدم يسوع لنا بيبقى غير محدود ويسوع بيظهر بقوته بسلطانه جوانا <applause> وهو ده الكلام لكن هو كلمة تحت سيطره سلطان الروح القدس معناها ان الانسان فشل من غير الروح القدس. <applause> يعني لما ناخذ الايه اللي بنتكلم عنها بحبها وبستمتع بيها الموجوده في كرونس الاولى 15 45 اللي بتقول ان ادم نفسا حيه. نعم لكن يسوع كان روح محييه. فادم كان نفسه حيه وكان ليه علاقه شخصيه مع الله لكن رغم ان الله خلوا على صوته مسأله لكن اداله الحريه المطلقه انه يحب الله بكامل ارادته والانسان اخطا الهدف ادم غلط مم. رغم انه كان عايش في حاله البراءه لكنه اخطا الهدف وعوقب وخرج من الجنه وجي في الجنه حط حط له في اصحاح ثلاثه اخره حط له كروبين بسيف, بسيف نار متقلم عشان يمنعه ان هو يمر على شجره الحياه فما ياكلش منها فيحيا في الخطيه لان الرب كان ليه خطه تانية ان هو يحيا حياه مباركه حياه التبرير الى الابد وده اللي حصل ده اللي حصل كان كان في خطه الله فجه يسوع صنع الخلاص ويسوع ده الروح القدس والروح القدس هو اللي بيقود كل شخص فينا ان يقول ان يسوع رب نعم فبدون الروح القدس ما نقدرش نقول ان يسوع رب مم. وبدون الروح القدس ما نقدرش ما تقدرش الكنيسه تتكون لان يعني الكنيسه اتكونت بناء على عمل الروح القدس فيها فالتلاميذ كانوا يقولوا الروح القدس ونحن الروح مم. القدس ونحن الروح القدس ارسلهم فكان الروح القدس بيتفاعل معهم وفعالات عظيمه وقياده عظيمه فكان الروح القدس بيقود التلاميذ بيقود الرسل ويقود الكنيسه مم. وجه امر كتابي لنا من الرسول بولس وهو بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه الخلاعه ولكن امتلئوا بالروح مم. وده امر شويه محتاج نفكه ونفسره لان الناس مش فاهم ايه الامتلاء بالروح مم. اول حاجة احنا لما بنؤمن بالرب يسوع وده اللي بيحصل بنختم بالروح القدس مم. وفي اللحظة دي بيبقى زي ما كانت بتختم الجنود زمان كان بيتختموا العبيد زمان الملكي. فيتختم انك انت ملك الملك ده تبع فإحنا مختومين ان احنا ملك الملك ده والجزء الثاني ان روح هو عربون ان احنا هيكون لنا حياه ابديه فهو ده العربون ان انا انا وانت هيكون لنا اجساد ممجد زي يسوع وهنعيش مع الاب بعد كده في حياه ابديه ده العربون <applause> ده الداون بيمنت بتاعنا او <applause> بيسموه العربون زي ما عندنا في مصر الدفعه الاولى الدفعه الاولى ودي دفعه عظيمه فده اللي بيفرق ما بين ان انا ختمت لما امنت ان روح سكن جوايا ولما انا امتلئ بالروح بعطي قياده لروح القدس. الامتاء بالروح ما هوش حاجه بتنزل عليا الروح القدس موجود في حياه كل واحد فينا بنفس المقدار انت عندك وانا عندي وكل واحد فينا مسيحي عنده روح القدس بنفس المقدار لكن الروح القدس بيعمل بصوره اكتر لما نديله مكانه ونديله فاعلية اكتر في حياتنا ونديله ان هو يستمر ويسيطر علينا فاذا عمل الروح القدس عمل عظيم جدا في حياه الكنيسه الأولى وفي إرسالية الكنيسة طبعا أنت ذكرت يعني سلطان الروح وأنه الإنسان عصى الله والرب طرد آدم وفي نفس الوقت أعطاه ما يسمى الوعد المسياني ولكن في مجيء المسيح المسيح أنجز الفداء أنت بتتكلم على دور كل واحد له دور وأن الروح ختم يختم هذا الخلاص كعربون للميراث يعني اللي بيتكلم عنه في في الختم الختم اللي هو ان انا اصبحت ملك ليسوع ملك للاب لان انا امنت بيسوع بعمله على الصليب فانا اصبحت ملك لله انا ابن لله واثق ووثوق تام ان انا في ايد الاب لا, لا استطيع احد ان يخطفني لاني انا مختوم بروح القدس. اوكي. لكن انا النهارده الروح القدس اصبح عربون ليا، الروح القدس جوايا كعربون بياكد لي ان انا مستمر في العلاقه مع الله واني انا رايح السماء معاه وهو ضمان من الاب ليا ان انا هروح معاه، ان انا هكون لي حياه ابديه وده اللي كان طمعان فيه ادم عشان ياكل من شجره الحياه فاصبح لينا في يسوع ان يسوع هو شجره الحياه فاصبح لينا في يسوع ان احنا لينا ضمان حياه ابديه مستمره. وذكرت الايه من رساله بولس الى كنيسه افسوس ولا تسكروا بالخمر, بالخمر الذي فيه, فيه الخلاعه الخلاع بل امتلئوا ذكرت انه محتاجين نفك هذه الايه آه حتى نفهمها. الخمر لما بنشربه بيسيطر سيطره تامه على الانسان لدرجه مم ممكن ان هو يفقد وعيه ويغيب عن الوعي. مم فالخمر كان ده الحاجه الوحيده اللي كانت عندهم زمان إن هي بتغيب... احنا عندنا دلوقتي حاجات كتيرة بتغيب عن الوعي الم... الخمر والمخدرات مخدرات, مخدرات و أيوة. و اي شيء يفقدك الوعي الكتاب المقدس بيرفضه لكن بيطلب منك انك انت تعطي مجال اكتر في حياتك تسلم جزء من حياتك شوية بشوية للروح القدس فيتفتر عليه وكل ما يسيطر عليك الروح القدس كل ما يستخدمك بصورة أكتر كل ما تكون في إرادة الله أكتر كل ما تصنع مشيئة الأب أكتر كل ما تكون بالفعل على صورة يسوع أكتر لأن الروح القدس هدفه الحقيقي وحاجة واحدة أن يغير شكلي وشكلك وشكل كل واحد فينا عشان يكون على صورة يسوع أمين أمين وخلينا نحكي عن عمل الروح القدس طالما ذكرت يسوع في حياة يسوع الإنسان كابن الإنسان على الأرض على الألم يعني البعض يساء فهمنا في حياتنا احنا كبشر مظبوط كده لان الرب يسوع لما جه جه الملاك للعذراء مريم وقال لها ما تخافيش المولود منك ده جاي من عند الرب مم. روح روح الرب يظللك وانت هتحبلي وتلدي ابنا يدعى عمانويل في الجزء الثاني او المولود منك يكون ابن الله مم. فاذا الروح القدس كان موجود في الولاده بتاعه يسوع والروح القدس مولود في ولاده كل مؤمن مم. لان ما فيش مؤمن يسوع الثاني الولاده الثانيه الولاده, الثانيه ما هو نقسم العالم لجزئين ميلاده طبيعيه مم. انسان طبيعي زي ادم بالظبط زي ادم بالظبط وبنعمل بيعمل اللي ادم وعشان نتغير من ادم وعشان يكون لنا صوره سماويه لازم نقبل عمل الرب يسوع ولازم نتولد ولاده ثانيه فيكون في لنا هوية تانية يكون لنا شخصية تانية شخصية تانية كلمة شخصية أصلها في العربي مش واضحة شخصية أصلها طبيعة ب... يعني جديدة الشخصية في الإنجليزي لها جزئين personality اللي تولدت بيه والكاركتر اللي أنت بتنمو بيه فالروح مم. القدس بيدينا كريستيان كاركتر شخصية مسيحية وبتتغير فينا فالمسيح فالم... كما كان الروح القدس موجود في ولادة رب يسوع الروح القدس مولود في ولادة كل مؤمن <applause> الجزء الثاني والمهم والخطير واللي هو بيمثل الامتلاء الرب يسوع وفي آية معينة في يوحنا وهو يوحنا المعمدان بيشهد عن اللي شافه في يوحنا واحد يقول كده إن أنا شهدت بأمانة ورأيت وبقول لكم الحق <applause> اتقال لي اللي هيجي الروح القدس كهيئة حمامة واستقر عليه هو ده الشخص الموجود وأنا أشهد بالحق إنه ابن الله <applause> الآية دي وضحت شيء معين بس، اللحظة الوحيدة اللي استقر فيها الروح القدس على الأرض، الروح القدس لم يستقر على الأرض أبدا إلى أن استقر على كتف الرب يسوع في المعمودية، استقر. فالروح القدس خد راحته بهيئة جسمية كحمامة خد يعني. راحته واستقر، لأن كان زمان يجي ويمشي، ويجي ويمشي في العهد القديم تقصد. أيوة. يعني. القديم، إحنا العهد الجديد إحنا ما بيمشيش، العهد الجديد إحنا ساكن جوانا. آمين آمين لكن هو الرب يسوع استقر عليه استقر عليه يعني معناها ان الروح القدس عارف مكانه مم. ان هو هيتابع مع يسوع وهيمشي مع يسوع وهيستلم الكنيسه بعد يسوع عشان يمجد يسوع مم. فده اللي ال حصل وده اللي بيحصل في حياه كل مؤمن ان في المعموديه ده حصل لما يسوع اتعمد أيوة لما بالماء لما فتحت السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت مم. وجاء الروح القدس بصوره جسميه صوره حمامه واستقر, واستقر عليه لما استقر عليه اصبح الروح قدس بالفعل بيحرك يسوع المسيح الانسان مم. لان يسوع انسان كامل انسان كامل بلا خطية وهو, وهو 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 اله كامل فهو انسان الله او الله انسان وات اللي انت عايز تقوله الاثنين زي بعض لان هو متميز في وضعه عجيب في مكانته فريد في نوعه فاحنا اللي يعرف يسوع ما يقدرش يقول غيره انه كله حلو مم. كله حلو ما حاجه وحشه وكمان لما تدرس أكتر فيه تعرف ان يسوع عجيب ما حد زيه ما فيش حد زي متفرد متفرد في شخصيته، متفرد في افكاره، متفرد في طريقته كانسان، متفرد في كينونته كابن الله، فريد. نعم. فالروح القدس كان مستمر مع الرب يسوع في كل هذه الامور، وده اللي بيجي للمؤمن في اللحظه اللي يجي فيها بعد ما يامن يبقى عايز ليه اشواق اكتر ياخد من الله، واشواق اكتر انه يتبع الله، واشواق اكتر يكون زي يسوع. وده اللي بيجي بروح قدس يملأه الروح القدس طريق الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس مش هينزل من السماء م. لكن اكتر انك انت تدي اكتر فالروح القدس يملى اكتر م. تدي اكتر من جوه تديه مساحه جوه حياتك تديه مساحه جوه قلبك وهو يملى المساحه م. وهو يملى المساحه لغايه ما يمتلك بالتمام كل اللي عندك فتكون فعلا مسيطر عليك بروح القدس تحت سيطره وقياده الروح القدس وتعمل مشيئه الاب في كل ما تصنع فاذا في المعموديه استقر الروح على يسوع والكتاب واضح بيقول ورجع بقوه الروح الى الجليل او كان يقاد بالروح الى البريه الى اخر ليجرب من ابليس ولكن احنا كمؤمنين في يوم الخمسين انسكب الروح القدس وهذا الامتلاء لكل مؤمن يعني اذا بتوضح أح أحضح الفكره واحد خليني بس اخذ الجزئين التانيين عشان اوضح بعد كده إيه اتفضل إيه الرب إيه 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 يسوع اقتيد الرب يسوع روح القدس قاده قاده فين يا حرام خالد حرام <applause> كانت مشيئه الله <applause> لا نعم أول. بالنسبه لنا احنا حق أيوة حق. حرام قدوا فين؟ احنا متوقع أنه لما الرب يقودك هيقودك يدخلك الجنه لكن الرب يسوع اقتيد بالروح القدس ودخله على انه يروح يصوم ويصلي وبعدين دخله في ده البريه وبعدين بعد البريه وقفوا في البريه ليجرب من ابليس وقفوا قدام ابليس عشان يجرب منه فاذا هو ده مهمه خاصه للعمل مم. وده شيء رائع ما هوش حرام بقى دلوقتي لكن هو يا بخت اللي بيقود الروح القدس لانه بيكون في مشيئه الله فاذا قياده الروح القدس مش دايما بتكون حسب مشيئتنا وحسب توقعاتنا وده الغريب يعني الـ 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 منطقنا البشري دايما مغلوط وبتغير من وقت لوقت منطق الله سليم فقياده الروح القدس بتخلينا نمشي حسب خطه الله المرسومه لحياتنا وتنجح الشيء الثالث الاساسي لكن بس الجدير بالذكر انه المسيح انتصر على كل التجارب انتصر على الشيطان كان بلا خطيه نعم والغ... عشان انت قلت الكلام ده كان بيستخدم المكتوب نعم اللي المكتوب هو الكلمه المكتوبه المحبيها من الروح القدس لكل رجال الله فده اديته قوه جديده وعلمنا الرب يسوع ان احنا لما ندخل في حربنا مع ابليس نستخدم المكتوب م. عشان المكتوب يدينا انتصار. الحاجه الثالثه الاساسيه نزل الرب يسوع من التجربه وخد قوة جديدة وبدأ يمشي في في المدن والقرى الجديدة يتكلم ويوعظ لغاية ما دخل المجمع وفتح السفر وقال اه 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 روح الرب عليا روح الرب عليا علي لأنه مسحني لأبشر المساكين يعني بالظبط وقال الكلام ده الموجود موجود في أشعية لغايه ما بين وانادي وسنه الرب المقبوله وقفل الصفر فكان كل العمل عمل خلاص ونجاه ومعجزات وامل وتغيير الانسان فيسوع في بالروح القدس كان بيعمل هذه الامور لكن يسوع مش كل معجزاته بالروح القدس لان في معجزات سياديه عملها عشان يثبت أنه هو ابن الله مش هنناقش الموضوع دلوقتي لكن احنا لنا الحقية لان يسوع أدانا الحقية والسلطان ان احنا لما نكون تحت قياده الروح القدس نعمل الاعمال التي عملها واحسن منها لان احنا بنعملها حسب مشيئه الله لكن مش حسب مشيئتنا لا. لان الرب يسوع ما عملش ولا معجزه تشوقه عشان يظهر نفسه، كان بيعمل كل المعجزات لكي يمجد الاب ويعلن سلطان الاب ويعلن ان هو اتي من عند الاب. مم. طيب فاذا في هذه اللحظات حصل لما جه الرب يسوع في النهايه قال لتلاميذه ما تخرجوش من اورشليم لا تبرحوا من اورشليم ايوه الى ان تلبسوا قوه من الاعالي فاللي حصل انهم قعدوا في اورشليم وكانوا 120 او اكثر شخص و جه الروح القدس بصورة قوية عظيمة ودي المرة الوحيدة اللي قال فيها الكتاب المقدس انه عمدهم بروح القدس لانه يوحنا قال هو ده اللي هيعمد بروح القدس فحسب حسب مم. كلام فعمد الكنيسه بروح القدس واصبحت آآ آآ كما من هبوب ريح عاصف والسنه منقسم يعني من النار طبعاً. وكانوا يتكلمون بأسنة وكلها امور نازي بسيطه كانت كلها امور مظهريه عشان تثبت وتظهر ان الروح القدس جواهم وعشان يستخدمهم الله استخدام جديد عشان يكون لهم طريقه جديده وفكر جديد في حياتهم للاستخدام بعض الناس بتستخدم الكلام ده لان المعمودية الروح القدس هي لينا سلطان الروح القدس على حياتنا بنفس المفعول بعض الناس بتستخدم كلمة معمودية في اول ام اول امتلاء انا مش هنتناقش فيها لكن الكتاب المقدس ذكر اول معمودية للكنيسة وبعد كده ما ذكرش الكلمة اطلاقا في اي حتة فاتس اوكي لكن الامتلاء بالروح القدس انه وقع ان انا اضع حياتي تحت سلطان الله اضع حياتي تحت سلطان الروح القدس فيحركني كما هو يشاء لست كما انا اشاء وده اللي شفناه في الرب يسوع هو بيقول له هذه الكاس ان اردتها تعبرها عني لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئه فاذا سلم مشيئته للاب وعلمنا ان انا حتى لو انا مش عايز مم. حتى لو الشيء مؤلم بالنسبه لي انا يا رب بديك السلطان ان وده اللي ال 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 هو الرب عايزه مننا ان احنا نحرك حياتنا حسب مشيئته بقوه الروح القدس فاذا احنا يعني لما تكلمت عن الروح القدس هو اقنوم في الله الواحد في الثالوث القدوس مساوي الاب والابن نعم وبعدين تكلمنا عن اهميه الروح القدس والامتلاء وسياده الروح وسلطان الروح سواء في حياه المسيح او في حياه المؤمنين ولكن في البدايه انت ذكرتك جمله سريعه ودمجتها في في كذا نقطه وانا صحي لها ومشان هيك عاوز اسالك اللي هي ارساليه الروح في حياه التلاميذ. آه لأنه التلاميذ امتلاوا وبعدين خرجوا، ولكن إذا فيك توضح لنا الفكرة لأنه ذكرت آه بشكل سريع أنه الروح مثلا يقول صريح أو شفنا أو رأينا الروح ونحن إلى آخره، أنه في اندماج بالعمل. آه خلينا منطقيين ونحسبها بدقة. تلاميذ يسوع الـ11 كانوا معظمهم ناس عاديين. م. ما مفهومش لا البارع ولا المثقف ولا الدارس صيادين سمك ويمكن مات كان عشار ويهوذا مشي لانه يهوذا كان من 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 الجليل وخان مش فتلاميذ يسوع كلهم عاديين معظم رسل يسوع كانوا عاديين الكتاب المقدس ما استخدمش حد ما قالش ان حد يستخدم فريد وفز من نوعه الوحيد اللي كان عنده معلومات وكان دارس كان الرسول بولس وحطه بعدين اختاروا بعد مم. ده آآ آآ الناس دي حسب مقاييسنا احنا الفكريه اللي بطرس اللي انكر مم. واللي كان نفس كان شهم وبيقول له محدش يقدر يقرب منك ولو 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 اموت معاك انكر فبحسب المقاييس البشريه الناس دي ما كانش ليها رجاء ما تقدرش تعمل حاجه ما فيش سلطان عندها لكن لما امتلأت بروح قيس ازدادت جهاره وازدادت قوه ونسمع كلمات بطرس فيها علم وفيها حكمة وفيها فهم وقال لهم الرب يسوع قال لهم ما تخافوش لما يضغطوا عليكم ويسألوكم ما تخافوش مش مش مهم تجاوب ايه انا هجاوب الروح القدس هيجاوب على لسانكم فانا هتكلم ما تخافوش على لسانكم الروح القدس روح ابيكم يتكلم فيكم فاذا الكنيسه تكلم فيها الروح القدس من خلال التلاميذ اقتادهم في حياتهم واقتادهم في ارساليتهم ووزع ده هنا ووزع ده هنا ووزع ده هنا لدرجه قالوا افرزوا لي شاول برنابا برنابا وشاول عشان يطلعوا لاوروبا ووزع التلاميذ بصوره فوق مستوى المنطق البشري مش في هذا اللحظه في هذه اللحظه حتى الان ازاي الناس اللي اتوزعت بالطريقه دي ازاي ان الكلمه وصلت الى هذه المستويات لافاق بعيده ما كانش ممكن يحدث ده إلا بعمل الروح القدس مم. ولا زلنا لغاية اليوم بنحتاج أن خدمتك وخدمتي وخدمة كل واحد فينا أنها تكون مقادة بالروح القدس عشان تكون مؤثرة للتلميذ لكن أخذ نموذج واحد بطرس يعني مهما قلت بطرس مش هتقدر تقول أن بطرس كان واعز جيد كان صيد سمك لكن جه في يوم الخمسين والراجل قال وعظة واحدة وكسب فيها 3000 يعني وعظة <applause> يعني 3000 ده ده بيتكلم مع يهود يهود متصلبين الفكر يهود جايين من أمم مختلفة ويهود ما عندهمش استعداد انه يغير اي حاجه يعني ريجيد كل التفكير بتاعه متكعب جوه دماغه لكن الروح القدس اشتغل في 3000 نفس فغيرها بوعظه بطرس اقرا وعظه بطرس ما تلاقيش فيها حاجه فاذا اللي كان بيشتغل مش وعظه بطرس كان الروح القدس اعمال الرسل اصحاح <applause> اللي للمهتم في الموضوع ما تلاقيش حاجه فيها يعني اي 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 تواوي تقول لك يعني مذهله يعني قال ايه اللي ما قالش حاجه لكن الروح القدس خد الكلام ده ببساطته وبسهولته وصلوا للناس حتى بلغتهم عشان يقدر يأثر في قلوبهم عشان 3000 واحد يقبلوا الرب يسوع في هذه الوقت فده التغيير كان بيعمله مكتوب ولما سمعوا نخسوا في قلوبهم مظبوط الكلام ده وفي مره ثانيه فلما سمعوا حانقوا في قلوبهم لما تكلم معهم استيفانوس. فإذا روح الله يعني بيفتح ومرات في ناس بتتصلب مثل استيفانوس. اللي اخذوه ورجموه، فاذا واضح انت من كلامك انه هو في الارساليه لانه في في سفر الاعمال بنشوف انه فرز الخدمه او شاول وبرنابا وابتداوا في خدمه خدمات تبشريه من اسيا الصغرى لاوروبا مثل ما ذكرت وصلوا في 25 سنه الى ثلاث قارات يعني كل الامبراطوريه الرومانيه بالارساليه بقوه الروح القدس. حتى في تاريخ الكنيسه تلاقي مرقص نزل مصر توما 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 توم نزل الهند ففي اتوزعوا. نعم. حصل تشتيت للكنيسه وتشتيت مش هرجله لكن تشتيت منطقي بتوزيع منطقي بتوزيع التلاميذ في كل مكان مم. عشان توصل الرساله وتعامل الروح القدس. مم. طيب رح ناخذ فاصل اخ اشرف نعطي فرصه لكل مشاهد اذا عندك اي سؤال او اي استفسار فيك تتواصل معنا رقم الهاتف موجود امامك او اذا بتحب تتواصل معنا على الصفحه بكل سرور بنحب نساعد روحيا لكل محتاج واذا عندك سؤال بكل سرور بنحب نجاوب على تساؤلاتك، ابقوا معي رح نستكمل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير. اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان معنا دكتور اشرف لويس عم بكلمنا عن موضوع كتير كتير مهم اذا بتحب تسميه الامتلاء بالروح، القياده بالروح سلطان الروح، ارساليه الروح كلها مسميات صحيحه. بعد اذنك اخ اشرف اذا ممكن ناخذ مكالمه وبعدين بنكمل الحديث ماري آه، ميري اهلا وسهلا انت معنا على الهواء مساء الخير اخ نزار مساء النور اهلا وسهلا ومساء الخير للاخ اشرف الرب يبارككم يحفظكم يبارك تعبكم يعطيكم القوه الروحيه دائما يحفظكم يا رب تكونوا نور لكل العالم هيدا اول شيء شكرا كثير شكرا كثير أنا بس بدي أسأل شيء نشكر رب يسوع إنه نحن عوينا خزافية الرب يعني قبل إنه يسكن الروح القدوس فينا نشكر رب يسوع مين نحنا حتى يعني روح الله ساكن فينا والامتلاء بالروح القدس هذا عب يعني عبارة أو إشارة إلى الإنسان المؤمن اللي بيكون ممتلئ بالروح القدس بيكون بعلاقة أو برباط ما بدي أقول علاقة الحياة مع المسيح هي رباط هي رباط بالدم من علاقة اليوم وبكرة يعني نشكر رب لأن الرب يعني ساكن بأرواحنا بأجسادنا هيدا الله العظيم اللي خلق السماء والأرض الساكن في نور لا منه كيف اختارنا وجعلنا أمة مقدسة شعب نشكر الرب يسوع من أجل عمله من أجل اختياره لنا من أجلكم من أجل موته وقيامته أمين. أمين أمين أنا بدي أسأل أنا بدي أسألكم إخوتي الأحبة أنا بحبكم أول شيء بالمسيح قد الدنيا وحنكون مع بعض اذا ما شفنا بعض على الارض حنشوف بعض من امين انا عندي انا عندي سؤال بخلال حياتي مع الرب وبخلال رسالتي ولما نقدم رسالتي المسؤولة للاشخاص نشكر الرب نحن منعرف انه لما نكون مملوئين من الروح القدس يعني الرب بيعطينا الكلام هو بيتكلم من خلالنا ومنحاول نقنع الناس ونقدم رساله المسيح ومثل ما تفضل الاخ وقال يعني بطرس بكل بساطه كلمات بسيطه كان صياد سمك وربح 3000 شخص بموعظه وحده بس نحن من للاشخاص من غير خلفيه عم نلاقي صعوبه انه نقول لهم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين وينبغي أن تولدوا من فوق يعني طبعاً بكذا طريقة بطرق سهلة بالكلام اللي بيعطينا إياه الرب مرات يعني بيكونوا ايه ما بدي يعني اقول كلمه بشعه تطلع من تمي بس هيدا كثير عم نواجه صعوبه بانه سقنا روح القدس بداخلنا وكيف الروح القدس بيتكلم من خلالنا وكيف بنمتلئ بالروح القدس وكيف لازم نتوب ونجي لعند الرب وروح إيه الرب يسكن فينا وهيدي انه نحن اولاد للرب وانه صرنا لإله ولنا حياه أبدية معه يعني من الـ مع الـ الأشخاص اللي من غير خلفية يعني كثير عم يواجه صعوبة بهذا الموضوع بالذات حاضر حاضر, حاضر. 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 آه شكراً كثير أخت ماري ويعني آه أنت سمعت آه آه السؤال آه آه وفعلاً مرات كثير نتهم بالموضوع إنه يعني هو يعني نبوه أنتو انبياء ولا كذا كيف ربي كلم؟ اوضح بس عشان ان ال... 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 انا بتكلم مع الناس في حديثي مع الناس آآ آآ بيحصل ايه؟ الناس بتاخذنا في امور فرعيه بعيدة عن رساله الخلاص. اهم حاجه قبل ما اكلم الناس علمونا اساتذتنا ال... ال... في ال في... والوداس اللي سبقتنا في الايمان ان احنا نكلم الرب عن الناس قبل ما نكلم الناس عن الرب نعم. فلو كلمنا الرب عن الناس دي اول حاجه وصلينا وطلبنا ان هو يفتح فمنا ويدينا كلام فده بيبقى يدينا بيدينا نوع من انواع الراحه الداخليه ان احنا مش هنتكلم لكن الله بيتكلم فينا ده اول حاجه. م. تاني حاجه ما تخليش حد ياخدك لمناقشه فرعيه لان مناقشه الثالوث مناقشه صعبه لكن خلينا نركز على حياه الرب يسوع اللي في الاناجيل قد ايه يسوع عمل قد ايه يسوع قدم قد ايه يسوع احب قد ايه يسوع مات من اجلك قد ايه يسوع عايزك انت عشان يديك حياة أبدية ده أول نقطة تاني نقطة والمهمة الأساسية للمؤمنين إن المحبة بتكسب الناس دي أكتر من النقاش المحبة بتكسب لأن بدون محبة الناس دي بتسيبنا بتشوفش فرق بيننا وبينهم ثالث حاجة حياتنا العملية ما أقدرش أتكلم مع شخص وحياته العملية غير جيدة وأقول له اقبل الرب يسوع ما, ما, ما فيش فرق لأن المؤمن م. المؤمن زي باكل شاي ما بيبانش طعمه وريحته غير ما تحط في الماء السخنة مم. فلما بيشوفونا في حياتنا العملية في التجارب في الألام اللي زيهم بيكون لنا ريحة المسيح الزكية وتكون حياتنا بتفيح بعطر المسيح ويكون طعمنا طعمه مم. الناس دي بتعرف ان احنا مختلفين ويسالونا يسالونا عن سر الاختلاف اللي فينا وده بنقدر بيدينا فرصه ان احنا نجاوب اكتر بصوره اكتر لكن هو المهم ان احنا نتقرب من الناس نسمع منهم كل الاسئله وبعد كده نبدي علاقه معاهم لان المش... مش مش هتقدر تكسب الواحد بخمس دقائق في كلمتين ده يعني ايه يكون جاهز قوي ويكون ان حسب حسب السكر محطوط له ناس كلمته قبليك مرات عديده فانت بتقفل اخر مره وتحط اخر قلب سكر لكن معظم الوقت انك تبدا بعلاقه شخصيه مع الشخص وتوريه المحبه وتبدا تكلمه عن يسوع <applause> ركز على يسوع في كل <applause> ركز محتضل. على يسوع والشيء المهم انه شخصيه المسيح متفوقه ساميه لا تقارن لا بنبي ولا بشخصيه عظيمه ولا باي يعني حتى لو اجيت تتكلم عن اي ناحيه من حياة يسوع فعلا متفوق أصلا مثل ما بتسمعوها دايما مني عيب أن نقارن يسوع في أي في أي شخصية أخرى رح أخذ كمان مكالمة سريعة أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تفضل تحية تحية محبة وتقدير واحترام للأخ الفاضل العزيز نزار شاهين ربنا يبارك والاخ الخادم للرب اشرف الذي امين اسمح لي بهذه الكلمه تفضل الحمامه السماويه يعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد وردت في يوحنا 14 16 الروح القدس او الحمامه السماويه اتى بالتشجيع والامل والرجاء للكنيسة الرسولية الأولى وذلك في يوم الخمسين يوم حلوله على أرضنا هذه وقبل ما ترك المخلص أرضنا هذه وعد بأن يرسل لنا معزيا آخر ومشجعا فالروح الذي نزل أكد الرسل والتلاميذ بأن الرب يسوع قد عاد إلى يمين عرش العظمة في الأعالي وقد تم ما وعده لهم كما ورد في الرسل الثلاثة وثلاثين الروح القدس يشهد اليوم لأرواحنا بأننا أولاد الله ويذكرنا بأن لنا شفيعا وهو الرب يسوع المسيح له المجد الحمامة السماوية تطمئنا بأن كل شيء علي أحسن ما يرام لأن المس ذهب المسيح لكي يرسل لنا الروح القدس يبقى معنا وقت الأبد وشكرا شكرا شكرا كثير أبو مهند عندي. ربنا يباركك شكرا على المداخلة أخ أشرف بالوقت اللي معانا والوقت عم بيركض كنت عاوز أسألك كان في حلقة تكلمنا فيها عن يوم الخمسين و تذكر إن الروح القدس في العهد القديم كان يحل على رجال الله لمهمة خاصة وخلاص لكن في العهد الجديد أنت ذكرت إن الروح القدس استقر على يسوع ويوم الخمسين انسكب الروح القدس على كل, كل التلاميذ وابتدأت الإرسالية خلينا نرجع للعهد القديم. واذا في هيك مثال تعطينا من العهد القديم العهد القديم كان في ثلاث ثلاثه اعمده للحياه الروحيه والمدنيه في العهد القديم كان النبي اوكي والكاهن والملك مم. الناس دي كانت بتبقى واخده مسحه خاصه من الروح القدس عشان تؤدي العمل الالهي عاده اول ملك اختير لشعب اسرائيل كان شاول نعم وشاول الرب مسحه بالروح القدس مسحه خاصه وان صمويل حط الدهن على راسه ومسحه قدام الناس كلها وقال لهم هو ده الشخص اللي اختاره لكم ملك. النهارده خلونا ناخد حياه هذا الرجل لان الرجل ده متميز عن ناس كتير لانه امتلا بالروح القدس وحصل على الموهبه السماويه واقتاد بالروح القدس ولكنه خسرها. فاحنا اصبح عندنا صوره كسب الأول وبعدين خسر فبنقدر نقارن ما بين حياته وهو كان تحت سلطان الروح القدس وحياته وهو مش تحت سلطان الروح القدس آه، وحياة شاور ما هياش مسرة أوي ومسعدة جدا لكن في إصحاح في صمويل الأول إصحاح حداشر ده الاصحاح النموذجي بتاع حياه شاول قمه مم. حياه شاول نشوف شاول وهو تحت قياده الروح القدس بيتصرف ازاي؟ شاول بعد ما ما اتمسح ما 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 ملك في ناس اعترضت عليه يسميهم كتاب مقدس ابناء بليعال في صميل الاول عشره وبعدين شاول راح يشتغل في الغيط في الحقل بتاعه عشان يعمل الشغل لان الظاهر ما كانش فيه امكانيات تؤهله ان هو يبقى في بيت وحرس ومفيش فالراجل راح اشتغل في بيته في عقله لكن اللي حصل ان في قريه يبيش جلعاد جلعد وطلب منهم ان هو يا اما يا اما زي ما بيقول الكتاب المقدس ان هو نحشان العموني دخل وطلب منهم ان هم يكونوا عبيد لي ويستمروا عبيد لي ولما يكون ويقور عيونهم ودلاله وعلامه هذه العبوديه لي انه يخلع عنهم اليمين يقور عنهم اليمين ده عشان ينسب حماقه ويذل اسرائيل ده اللي قاله فقالوا له ادينا اسبوع نرجع لك نرجع لك يمكن حد يكون لنا يمكن قد يكون انا خلاص فراحوا لغات الجبعة شا الشا... اللي فيها جبعة شاول وراحوا يتكلموا فوصل الكلام لشاول ولما وصل الكلام لشاول يقول الكتاب المقدس انه امتلأ بالروح وغضب جدا وصار ازاي يعني هياخد جزء من اسرائيل ويقور عينيهم وينسب وينسب حماقه لاسرائيل كان و... وطني على فكره مش بس كان وطني كان روح القدس وطني الروح القدس الروح القدس فيما هو الممتلكات الله لأن الشعب أرض إسرائيل بالنسبة لهم هي ميراث إلهي ده الرب ما خلهمش حتى يورثوا يورس يعني يبيعوها ده كانوا بيبيعوها بالزمن بس في الآخر يمتلكوها تاني ميراث إلهي لا يباع اللي هو في يوم الخمسين استرداد الأرض استرداد الأرض شاول حصل إيه سوري في سنة الخمسين اليوبيل اليوبيل أيوة شاول حصل إيه في حياته حصل في حياته لما صار وقام ست حاجات تبين تدلل لنا إيه هي إيه هو سيطرة الروح القدس إيه هو الامتلاء بالروح القدس إيه هو الحياة المقادة بالروح القدس تفضل بليز أول حاجة في حياة شاول وده شيء أساسي ومهم إن, إن هو ان هو ان احنا نهاجم العدو بدل ما نتوافق معه اللي حصل بعد شوية ان شاول صار وهاج ورفض خطة نحشان نحاش ودخل يحارب جديد عشان ما يحصلش ليبيش جنعاد ان يمتلكوها او ده لما كان تحت سلطان الروح القدس طب لما فقد الروح القدس عمل ايه شاول نتفرج عليه قدام جليات الجبار دخلوا يقفوا قدام بعض في الحرب وهم واقفين في الحرب قدام بعض طلع واحد من من الفلسطينيين وقال لهم واحد من الفلسطينيين وقال لهم اللي هو جليات الدنيا مبارز ادوني محارب الغريب ان شاول الكتاب المقدس يقول عنه انه هو اطول واحد في اسرائيل وانه كتفه كتفه اعلى من راس اي واحد فيهم، فشاول العملاق اللي في اسرائيل كان طويل وقوي، فشاول خاف وارتعب وما قدرش يواجه العدو ومش بس كده شاول ما فهمش خطه خطه الفلسطينيين، الكتاب المقدس ما قالش ان احنا نحارب واحد لواحد، قال نحاربهم نحاربهم شعب لشعب ونمتلك الارض، فشاول ما فهمش ان جليات وقع في الخية وقع في خطة غريبة ولكن انخدع بيه لكن المفهوم ان احنا نفهم افكار عدو ونفهم ان ان خطة العدو مغلوطة دايما وان احنا يكون حياتنا لو انا ممتلئ بروح القدس اعرف تماما ان ما هو للرب هو للرب وما في حق الرب اطلاقا انه ما يكونش مبارزة شخصية بل يعني حرب جماعي بالظبط ده اللي طلب لكن جليات طلب مبارزة شخصية مم. وشاول ما قدرش يرفض المفروض ان شاول كان لم الجيش ودخل الحرب لكن ما عملش ده لانه كان خايف بقول الكتاب لاننا لا نجهل الأفكار لازم نعرف العدو بالظبط كده yeah. ومش بس كده قالوا قال لنا ان احنا لما نواجهه يهرب منا mm. فالعدو ما هو الذكي العدو ما الا هو بيستخدم نقاط ضعفنا لكن لانه شايف ان احنا عندنا ضعف لكن لو احنا منقادين بروح القدس ما فيش ضعف انت قام شاول بجيش اقل من 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 جيش نحاش وغلب وخلص وخلص يبيش جنعاد وعملوا له اسم واحبوه وصار انتصار وفي هذه اللحظه اصبح شاول ملك الواحد في اللحظه دي لما انتصر اصبح شاول ملك النقطه الثانيه المهمه الاساسيه المشكله الكبيره اللي بتواجه الناس اللي بتبشر في كل مكان لما تكون ممتلئ بروح القدس بتمتلئ بالشجاعه نعم. لما ما تكونش ممتلئ بروح القدس بتمتلئ بالخوف شاول ارتعب وشعب اسرائيل ارتعبوا من جليات الجبار جالهم رعب لكن شاول ما خافش من نحاش وما ارتعبش من نحاش بالعكس ده جمع شعب اسرائيل كان عنده بقرتين بتوع بيسموه فدان بقر بقرتين قطعهم حتت وزع لكل اسرائيل حته وقال لهم اللي مش هيجي يحارب ورايا هيكون بقره زي دول وانا الرب معانا وتعالى حارب فده ده اللي حصل فكان شجاعة غير عادية في حياة شاول لما كان ممتلئ بالروح القدس لكن حصل نوع من أنواع الرعب والخوف والجبن لما شاول ما كانش ممتلئ بالروح القدس <سؤال> نلاحظ الموضوع ده ملاحظه غريبه جدا وده بيحصل معانا لما بنبقى منتئين بروح القدس ونتكلم عن الرب يسوع بيكون عندنا شجاعه بيكون عندنا فكر بيكون عندنا فهم لما بنعمل المهام اللي طلبها مننا ربنا حتى لو كانت صعبه بتبقى مقاده صح وبتطلع صح وبتبقى تطلع امورنا كلها مرتبه حسب مشيئه الرب <سؤال> يعني استفانوس كان مملوء بروح الشجاعه روح القوه حتى وهو عم بيرجم عم بيوصل الرساله <سؤال> بص لداوود الفتى الصغير اللي ما قدرش يلبس بدله الحرب م. راح يحارب جرياط منين جات له الشجاعه دي؟ كان ممسوح لان مسحه مسحه صموئيل ملك لكن فدخل قال لك الرب اللي وضع في يد الدب والاسد انا هيحط في ايدي جلياط وقال له الكلمات المشهوره انت تاتي الي بسيف وتونس ورمح وأنا اتي لك باسم رب الجنود لانك قد عيرت شعب السلطه اليوم فاذا كان عنده شجاعه غير عاديه شجاعه غير منطقيه مشكلتنا النهارده في العصر الحديث ان احنا بنحسبها وبنحسبها غلط لان بنحسبها حسب المنطق الانساني وهتاثر عليا ازاي واعملها بقد ايه وافكر فيها ازاي لو كانت كان التلاميذ عملوا الكلام ده ما كانتش وصلتنا مسيحيه <applause> لكن فعلاً. الشجاعة اللي حصلت هي دي شجاعة غير عادية وده اللي طلبها مننا ربنا وعايزنا نكون عندنا شجاعة غير عادية ويكون عندنا بالفعل جراءة ويقول كده في رومية 8 15 واذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي نصرخ به يا أبا الآب فإذا احنا خدنا روح مم. البنوه روح الشجاعه يعني يعني هكون صريح معاك كلنا مر علينا حكام كويسين ووحشين لما يكون ابن الملك ده ابن الملك لما يكون ابن الرئيس ابن الرئيس انت ابن الملك وروح القدس بيقول ده ان انت بيقول جواك هو ابا الاب فما يكون عندك الشجاعه مسنود على ابوك اللي هو ابوك اللي هو عمره ما 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 هيتخلى عنك فاذا الشجاعه بتيجي من ايماننا وثقتنا ان هو بابا الاب مم. وان يسوع موجود جوانا و والشجاعه بتيجي من ثقتنا وايماننا ان هو هيتكلم فينا بروح القدس مم. والشجاعه بتيجي ان احنا بنعمل الصح لانه بيقودنا في الطريق الصح فاذا الخوف ملوش مجال في حياه المؤمن يمتلئ بالروح القدس نعم نعم الشيء التالت وال 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 والمهم الحقيقه آه وده المهم لإن الأغراض الشخصية سيطرت على المجتمع العالمي والناس كلها بتفكر مي ماي سيلف ايام انا ونفسي وبعدي الطوفان لكن هنا روح كويس بيخليك بتخدم بيوجه فكرك انك تخدم الناس مش تخدم أي حاجة تانية لكن تخدم الناس بصورة قوية وتخدمهم مش عشان بتخاف منهم أو بتتعب منهم او انك بتتراجع لان هم ممكن ياذوك لكن بتخدمهم لان دي موهبه الرب ليك لان دي عمل روح القدس جواك مم. محدش قال لي شاول ادخل الحرب يا شاول لكن شاول حس بالمسؤوليه انه ممسوح بروح القدس ان هو ملك على هذا الشعب مم. وانه ما يسمحش لحد ياخد, ياخد منه بلد وازاي يهينهم بهذه الطريقه فانه كان بيخدم اهل يبيش جلعاد بهذه المهمه لكن شاول لما طلب منه سمويل انه يحرم حرم عماليق وبعدين دخل خد الغنم وخد البقر وخد ورجع وخد اجاج ملكهم وصمويل سمع من الرب قال له لو كان سمع مني الكلام كان مملكته سبتت روح قول له ان اللي عمله غلط لان انا هشيله من الملك ولدرجه ان صمويل راح قال له انت عملت ايه؟ قال له آه افضل من الذبيحه قال له انا ابدا انا اخترت خيار الغنم للرب الهك مش حتى الرب الهي ده الرب الهك انت يعني عشان نسبح عليهم الرب الهك فرد عليه قال له طبيعه الطاعه افضل من الذبيحه فده الخطا اللي عمله شاول افقد المملكه نعم ان هو خاف من الناس يقول انا خفت منهم فعملت ده لا احنا ما بنخافش من الناس احنا ما بنعملش الغلط عشان بنخاف من الناس احنا بنعمل الصح عشان بنحب يسوع آمين، أخ أشرف إحنا عندنا بعد بتقول في كمان ثلاث نقاط بسرعة؟ بسرعة عشان الوقت. نعم. آه. تفضل. الغريب إن شاول كملك كان ممكن يطلب الناس تحارب معاه لوحده، لكن هو لما بعت أجزاء البقر للناس قال لهم أن تخرجوا للحرب مع شاول وصمويل، فوضع النبي معاه في في الامور مم. وده بيأكد لنا ان الروح القدس بيخلينا بيحسن انسجام في القيادات بيحسن انسجام ما بين المؤمنين بيحسن انسجام بيني وبين الناس اللي في المستوى الاعلى مم. بيحسن انسجام بيني وبين المستوى الاسفل بيحسن انسجام بيحطنا كلنا زي بعض بيخلينا مساويين لبعض بيحسن انسجام وبيخلينا كلنا نحترم القيادات ونحترم الاب والام ونحترم الاسره ونحترم الترتيب ونحترم مدرسينا ونحترم ال... بيكون فينا احترام لان الاكرام لمن له الاكرام والاحترام لمن له الاحترام، ده الروح القدس بيحطه جوانا. <تضحف> بيحصل امتى ده ما بيحصلش احترام وما بيحصلش اكرام؟ لما الروح القدس ما موجود والذات يطلع جوايا لان عندنا الثالوث الشيطاني او الثالوث ابليس اللي هو اللي هو اللي ضد العالم العالم وابليس والذات فالله الاب دايما دايما بي 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 ما بيحبش العالم وقانون العالمي وانظمه العالم، فلا تحبوا الاشياء التي في العالم، لا تحبوا العالم والاشياء التي في العالم لان الاب ما بيحبهاش ضد الاب. ابليس كان مسيطر تماما عليه فكره ان هو يحارب الرب يسوع، فقال له هو لما لما قال لابليس لما الرب يسوع لعن الحيه قال له نسل المراه يسحق رأس الحيه رأس الحيه، انت تسحق عقبه ففي حرب نسل المرء اللي هو رب يسوع وابليس والرب يسوع انتصر في الصليب هاليلويا واصبح لنا حياه م. ابديه الثالث الذات ودي اكتر قضيه بتتعب الناس الذات الانسانيه الانا الذات الانسانيه كل ما هتبقى هي على العرش، وكل ما انا بديها انتشي يا ذاتي وارتفع يا ذاتي وتعالي يا ذاتي، روح القدس ما موجود، لكن انا لما بخضع ذاتي لله، روح القدس بيمتلك، فده الجزء المهم جدا ان انا اخضع للسلطات حسب مشيئه الرب. الجزء الثالث شاور عمل حاجه غريبه خالص في في صح 11. قالوا عنه ان هو بني عالم وقدملوش هدايا لما حطوه في الملك، لكن بعد ما انتصر الناس قالت تعالوا نروح نموت الناس اللي رفضوا تكون شاول فقال لا لا اليوم ده مش يوم مش مش يوم حد اليوم ده كل الناس متسامحه كلنا كويسين ده يوم احتفال وسامح الناس اعدائه على هذا الامر، لكن شاول ما سامحش في اي حاجه، ده شاول افترى على داوود بعد ما خسر الروح القدس افترع على داوود وخرج حاول يضربه بالرمح مرتين عشان يموتوا في بيته قدامه وهو بيضربه بمزيكا وخرج ورا هنا وخرج ورا هنا وأصبحت عملية مستمر للحق بداود وعداوه مم. وداود في كل مره يثبت له ان انا ما عنديش عداوه مم. ما عنديش استعداد اقتلك قتل بلد كامله قا… نوب كهنه نوب 85 85 كاهن مع البلد كمان يعني ما خلاش حاجة. حد مم. فاصبح عداء ملوش اي معنى لانه خايف من داوود وداود ده دا كان جوز بنته وكان نسيبه وكان قائد جيش عنده وكان امين لي فده الشيء الخامس الشيء السادس وده مهم عايز تخدم الرب لازم يكون ليك قلب انك تخدم الرب ما يكونش القلب بتاعك على مصالحك الشخصية شاول وهو بيخدم الرب كان ليه قلب صار وقام وعمل الحرب وقدم وانتصر وكان بينافذ الميشن اللي الرب اداها له الارساليه اللي اداها لك الرب لكن لما شاول فرق الروح القدس عمل حاجه غريبه خالص بدا يبقى خايف على الاتاك بتاعه لدرجه انه شتم شتم ابنه نعم <applause> وقال له يا ابن المتحوجه وشتم شتم يوناثان وقال له لو ما ماتش ما ماتش داوود انت مش هتاخد الملك عمرك ما هتشوف الملك كان خايف جدا على الملك وتعبه جدا الملك فاحنا المفروض المفروض علينا ان احنا مصالحنا الشخصيه تنتهي وتبدا من خلال ده مصالح الرب وعمل الرب والمشي بتاعه الرب ما يكونش الامبيشن بتاعنا وتطلعاتنا وطموحاتنا هي اللي بتقودنا لكن الروح القدس بيقودنا عشان نمجد الرب يسوع في حياتنا آه طبعا الكتاب بيتكلم عن شاول انه فارقوا الروح وبغتوا روح آه رديء وكان مدرك داود جديه الموضوع قال وروحك القدوس لا تنزعه مني ولكن نرجع للعهد الجديد احنا روح الرب سكن فينا وبقودنا وبكمل الإرسالية في حياتنا معك دقيقة ونص أخ أشرف عشان نلم الموضوع لأهمية هذا الموضوع أنا عارف معلومات كثيرة وحاولنا نحصرها بجزء هاي إيه الرسالة الرب وضعها على قلبك توصلها لكل لك مشاهد الرسالة اللي على قلبي إن في ملء الزمان جه يسوع نعم وجه يسوع عشان يحقق مشيئه الاب انه يعطي حياه ابديه لكل واحد فينا لان هدف الرب كان في الاول ان ادم يعيش لان في شجره حياه كانت موجوده في الجنه ودي ما بتجيش غير ان احنا نامن بعمله على الصليب انه مات علشاننا وده بيجي لان الروح القدس بيكلمنا وينخص قلوبنا ويتعامل معانا فنقبل الرب يسوع مخلص وملك وسيد على حياتنا. م. وعندما نبدا بهذا العمل نختم بختم الملكيه ان احنا ملك للرب يسوع، م. ملك للاب، ملك للروح القدس. وبعد كده بعد كده ننفتح على الروح القدس نطلب ان نمتلئ بالروح القدس، فالروح القدس يقود حياتنا، وكل ما نعطي للروح القدس مجال في حياتنا، كل ما الروح القدس يقودنا ويقدسنا ويجعلنا على صوره يسوع. اخ اشرف الوقت أزف الرب يباركك وشكرا جزيلا. على محبتك وخدمتك وصلواتك وعلى قلبك المشتاق انه يخدم الرب رغم كل مشاغلك الكثيره بصلي انه الرب يقودك ويباركك احب اسمعنا من من الاخ اشرف يعني عمل الروح القدس عمل عجيب مش بس في الخلق وبالفداء ولكن في الامتلاء ايضا فالروح القدس يبكت على خطيه والروح القدس يقودنا الى يسوع المسيح والروح القدس يذكرنا ويعلمنا ويرشدنا في كل شيء الروح القدس يساندنا ويعزينا ويشجعنا والروح القدس ملازم في حياتنا وبيتكلم فينا ومن خلالنا فأنا بصلي أنه فعلا المؤمن يمتلئ من الروح القدس ورح نشوف البركات العديدة من خلال الامتلاء من الروح القدس وإذا محتاج صلاة وإنه فعلاً ساعدك في هذا الموضوع تواصل معنا الرب يباركك